علينا ان نجيب له المجهودات اللي تقوم بها هو كذا شخصا هو السابق ولا المدير الحالي والاطر ديال وكذا المجهودات اللي قاموا بها في عشرين عام منذ الولايه السابقه على الاسد المجلس ولا هذا الولايه ان شاء الله. عندنا واحد بعض التوصيات للمجلس الاداري على ان عندنا واحد المنطقه بالنسبه لنا بحال هو تعرف جميع الدواب ديال تحرير يعني تشكل واحد المنظمه المجموعه عندنا حالي دابا يعني واحد المساحه ديال شي 1000 متر يعني تقريبا ساتيره يعني هو المنظمه المجموعه اللي كان في 2019 كانت توصيات المجلس الاداري السابق بان تحدي المنطقه التعمير كانت تشوف النقاط التوجيهيه وها صنع بالتوجيه يعني تطلبوا هذه التوصيه المجلس الاداري انها يخدم على اعتبار توسع ديال المدينه لان دابا المدينه تقريبا سطيرات المساحه اللي بقات الاجماليه صغيره وغير هذيك 360 متر اللي بقات في الشطر الثاني الجهه الجنوبيه انها تحل التعمير. وتنشكر الجميع وتنشكر المدير السابق والمدير الحالي على المجهودات وعلى المصالح الخارجيه على الجهودات والتعاون ديالهم مع الجامعه الشرقيه وشكرا. شكرا سيدي الرئيس. سيدي نائب المحترم ديال سيدي علان الحراوي، حنا دابا بصدد ان نحلوا المشكل ديال الدبلومه من مجموع ديال سيدي علان الحراوي بعد ما استنفد هذيك 12 موا. بالنسبه لهذيك المنطقه اللي كيهضر عليها السيدي الرئيس، انا كنتفهم زعما كنتفهم الراي ديالو، ولكن دابا عندك مخطط توجيهي انت يا الامر 106 الفتح ديال المنطقه ديال التعليم كيكون بالصوت دابا في اطار التراتبيه زعما اون كونس ما نقدروش، ولكن حنا على استعداد المصاحبه ديال الجامعات جامعه خطوات يمكن تاخذ هذه المنطقه.